هاي يا حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. فلوج جديد، وفلوج النهارده هنقضي نص في البيت والنص التاني بره. عندنا كام مشوار كده هننزل نعمله، بعد كده نيجي بقى نعمل الغدا ونشوف البيت والكلام ده كله. انا طبعا فطرت وصليت، واول حاجه اعملها دلوقتي ان انا اخش اروق الاوضه عشان نجهز بعد كده مع بعض وننزل نروح مشوارنا. انا النهارده عندي مشوارين، اول واحد اروح اعمل تحاليل، تاني مشوار ان انا اروح الصالون اعمل بديكير ومانيكير. عايزه اروح كده ادلع نفسي، والموضوع في الصالون اكشلي بالنسبه لي مش ان انا اروح بس اعمل بديكير ومانيكير، يعني هو ايديا ورجليا، لا، الموضوع بالنسبه لي هو استرخاء، ان انا اقعد كده واروق بالي، ودي ما بتحصلش كتير. فبس كده، وفي نص اليوم هنروح طبعا كالعاده نجيب فهد من الحضانه. وبس كده يا حلوين، يلا بينا على طول نبتدي. ما تنسوش قبل ما نبتدي الفيديو ده ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعه الميك اب، وكمان تعملوا لي فولو على انستجرام، الاسم اللي هتلاقوه موجود هنا دلوقتي على الشاشه. ويلا بينا على طول نجهز استوديو كالعاده. ماساه لان انا كنت بصور امبارح المكتب متبهدل على الاخر، فانا المفروض دلوقتي هفتح الشبابيك دي عشان تهوي الاستوديو شويه واسقي الزرع ونبدا نجهز مع بعض. فيلا خليني اعمل الحاجات دي. حبايبي خلاص كده روقت الاوضه، روقت كمان الاستوديو، دلوقتي هنشغل الغساله. يعني مينفعش يعدي يوم من غير ما نشغل الغساله، فهنعمل لنا غسله كده على ما نرجع. النهارده الصراحه جايه على بالي قوي اكل بيتزا، تمام، بس مش عايزه اكلها من بره، عايزه اعملها في البيت. فهعمل معاكم البيتزا النهارده، ويا رب ما تحرقش وما تكسفش والموضوع ما يبقاش مأساوي يعني. فيلا خلينا نشغل الغساله. بما اني ام، خليني اسند كده الكاميرا واشارك معاكم الاكسبيرينس بتاعتي في منظفات البيت. يعني الكاميرا هتبقى معوجه كده، بس يعني ده اللي متوفر عليا، مش هاخد الستاند معايا الحمام يعني. المهم، مسحوق اللي انا بستخدمه للغسيل اسمه بيرسيل، اوكي، والصراحه ده الحاجه الوحيده اللي ظبطت معايا. والمعطر داوني لاني ما لقيتش احسن منه. لو انت عندكم اقتراحات اكتبوها لي تحت عشان انا فله وما اعرفش، وانا سنين اخر حد يديكم نصيحه في موضوع الحاجات بتاعه البيت دي. اوكي تمام، نعمل دي غسله صغيره. انت رايح فين انت؟ ايوه اوكي خلاص كده خلصنا، يلا يلا نطلع. بس حاجات بسيطه كده يعني، كست بيت بقول لكم على نصيحتي يعني في ستاتات البيت. اوكي حبايبي، نيجي دلوقتي لللبس. طبعا نص الفلوج بالاسدال، الاسدال ده كان في بنات سالوني عليه الفلوج اللي كنت لابساه مره فيه، وقالوا لي دعاء انت جايبه الاسدال من التوحيد والنور يا جماعه، ماما اللي جايباه. ماما هي اللي بتجيب لي التفاصيل الصغيره دي. اكشلي مش عارفه البس ايه، ودي جمله رخمه وسخيفه بتاعت مش عارفه البس ايه دي، ليه بقى ليه؟ الحمد لله الواحد عنده لبس كتير، احنا كبنات بيبقى عندنا لبس كتير، بس بنقف قدام جمله مش عارفه البس ايه. ما انت عندك لبس كتير بس برضه مش عارفه البس ايه. عشان كده انا من فتره للتانيه دايما بفلتر الدولاب بتاعي، يعني دايما اطلع دايما الهدوم اللي انا مش عايزاها، عشان فعلا حرام ان انا يبقى عندي هدوم كتير واقف اقول انا مش عارفه البس ايه. ده استهبال يعني، واعتقد ان ده واصل لي بسبب كترهم، ان هم كتير ما شاء الله، فببقى واقفه فعلا مش عارفه البس ايه. فتعالى اوريكم بسرعه بعمل ايه. يعني بصوا، شايفين الصندوق ده اللي هو مكتوب عليه ارامكس؟ ده مليان هدوم، مليان هدوم بطلعها من دولابي. انا شهريا بعمل الموضوع ده او كل اسبوعين، وبالذات اول ما يجي لي هدوم جديده، ان كان دعايه او شغل او الكلام ده كله، دايما اروح عامله الصندوق ده. بحس ان كده احسن وكده افضل، لان كتر ما هخزن الهدوم عندي في الدولاب، اولا تاخد مساحه كبيره جدا في الدولاب بتاعي، فكده هضطر ان انا اشتري دريسنج تاني على قطع انا ما بلبسهاش. فبجمع كل القطع اللي انا ما بلبسهاش وبجمعهم في صندوق، ودايما بطلعهم للبنات للانستجرام. الطريقه دي بالنسبه لي مفيده جدا، لان هي بتسهل عليا ان انا اختار هدوم. لان بصوا، بحكم شغلنا البلوجرز عموما، بحكم شغلهم او الفيديوهات اللي بيعملوها او الستايلنج او الكلام ده كله، ناس كتير قوي بيبعتوا لنا هدايا لبس وشركات والكلام ده كله، فهدوم مركنه على الفاضي ومحدش بيستخدمها. فانا دايما 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 عندي الحته دي، اتخلص من كل الهدوم اللي انا ما بستخدمهاش، حتى لو ما لبستهاش ولا مره، ما عنديش اي مشكله ان انا اطلعها، عشان ما اقفش متردده قدام دولابي. ودي حاجه بتزعلني، ان انا اقف كده قدام دولاب مليان هدوم واقول انا مش عارفه البس ايه.
دي حاجة حزينة يعني، حاجة في قمة التخلف يعني. فدايما بطلع الحاجات اللي انا مش هستخدمها. خلاص استقريت هلبس التيشيرت ده وهلبس عليه الشميز ده بس هسيبه مفتوح، وهلبس كمان عليه البنطلون الازرق ده، اصلا اللون المستردة مع الازرق بيبقى شكله حلو قوي. وانا مؤخرا بقيت اميل جدا للهدوم القماش المريحة، عندي الجينز مركون ما بقربلوش، لان انا ابتديت احس ان لا 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 جينز في الصيف ما ينفعش يا جماعة، انا كدعاء مسنة ما اقدرش على الجينز في الصيف. اوكي حبايبي انا هروح البس دلوقتي وارجع لكم نحط شوية ميك اب كده مع بعض شينا. اوكي حبايبي غيرت القميص الابيض ولبست قميص لونه لبني، حسيت الابيض مش انه سنه كان قصير فلبست الاطول يعني. المهم خليني احط سان بلوك، هستخدم السان بلوك ده بتاع براند اسمها باي ماريان، البراند دي مصريه والسان بلوك ده خطير وتحفه، بيسيبش اي افكت ابيض على البشره، ما بيسيبش ملمس دهني، يعني كل حاجة فيه حلوة. ومعايا كود لي لو حابين يعني ان انتوا تجيبوه، بس الكود ده بيديكي بس توصيل مجاني يعني مش بيخصم من ثمنه. هسيب لكم الموقع بتاع باي ماريان تحت في الديسكريبشن بوكس، وهحط لكم كمان الديسكاونت كود معايا. بس الصراحة حلوة قوي والبشرة بتشربه في ثواني. نيجي بقى للتنت، احنا اصلا كنا حاطين الصبح تنت، فنحط نقطة صغنونة قوي لان التنت ده جبار، ده من عند امال حجاج اسمه اتيود هاوس. نحط كده نقطة، بس نقطة. وطبعا تنت الشفايف اللي بسيبه يحمر شفايفي كده، ما بنزلش بيه كده، انا بسيبه بس يحمرها لي حبة يعني، وبعد كده بمسحه. ايه اتخضيت، الباسكت وقع من بره من الهوا فاتخضيت. نسيب ده بقى يعمل بيكنج كده على بشرتنا او على شفايفنا. بشرتنا ايه يا دعاء، ركزي بقى على الصبح. اوكي وهاخد السبراي ده وهاخد الصابونه بتاعه كيس بيوتي وهرش عليها شويه سبراي واصرح بيها حواجبي. كده كده اما ارجع ان شاء الله هبقى اعمل حواجبي، مع اني راح الصالون يعني اول اروح اعملهم هناك، بس الصراحه بطلت الموضوع ده من زمان ان حد يلعب لي في حواجبي، يعني بقى عندي حواجب من قله ان انا ما بروحش الصالون، فخلينا كده ماشيين على نفس النهج. بعد كده هنعمل بس خط ايلاينر صغنن كده من على طرف العين عشان يفرم لنا علينا يعني وعينينا تبان. ماسكارتي المفضله الفتره دي وهي بتاعه ايسنس لاش برنسس، والله عندي حاجات كتير قوي مفضله برده، بس هتفضل لاش برنسس هي في الاول يعني، يعني اول ما اجي خارجه ايدي بتروح عليها هي الاول. واخر حاجه السبراي ده من عند شي ان اسمه ميك اب سبراي هايدريت سكن، وده بحطه عشان يدي بشرتي جلو كده حلوه، كده كده بشرتي يعني فيها جلو بس انا بحبه اوفر. اوكي البرفيوم اللي هحطه من عند زارا اسمه واندر روز سبلاش، لان هو ريحته ناعمه وفريش كده وخطير الصراحه، وده عمو بتاع الانابيب قرر يعدي دلوقتي عادي جدا يعني. اوكي حبايبي ده الاوتفيت اللي انا هنزل بيه. الشميز الصراحه انا مش فاكره كنت جايباه منين، بس احلى حاجه فيه ان هو طويل من ورا، والبنطلون من عند شي ان، والتيشيرت ده من عند ماكس، وزي ما قلت لكم ماكس عامل سيل الفتره دي مش طبيعي مش طبيعي. هحط لكم الديسكاونت كود بتاعي تحت، لان انا برضو لسه جايبه التيشيرتات دي جديده، والباقي بتاعهم اهم هبقى اعمل لكم ليهم انبوكسنج على انستغرام، مالكمش دعوه بالماس دي حاجات لسه هنعمل لها انبوكسنج يعني. وبس كده يا حلوين يلا خلينا ننطلق. اوكي حلوين خلاص طلبت اوبر ومستنيني دلوقتي تحت، ف يلا ننطلق الاول على معمل التحاليل وبعد كده نروح الصالون. وصلت معمل التحاليل، اكيد انتوا مش شايفيني بس كده شايفيني انا في المعمل بتاع المختبر، ف يلا بينا. خلاص عملنا التحليل ودلوقتي سوف نتجه الى الصالون، بس يا رب الاقي تاكسي او اي عربيه توديني لغايه هناك. اوكي يا حلوين خلاص وصلت، ده الصالون اللي انا باجيه في هاف 50 اسمه الزويا، يلا بينا ننطلق. الصراحه عايزه اعمل حاجات كتير قوي من اجل الدلع وليس من اجل العمايل، عارفين كده. اوكي ده يا بنات الصالون، صراحه الخدمه فيه حلوه قوي، البنات اللي جوه ذوق قوي، واصلا المكان كله حلو الصراحه مش الصالون بس.
انا سلسله الصالون، انا بستخدم اسم زويا في مول اسمه هاف كيكي المعيد. بصراحه انا بنبسط قوي هنا، الجو حلو والمكان كله جو تحفه اصلا، والبنات هنا شخصيه. مع الكرسي بيعمل مساج جميل قوي. 2 hours later. اوكي حبايبي، خلاص خلصت ضوافري، مش عارفه شايفينهم ولا لا، بس عملتهم نود بينك كده شكلهم ناعم قوي. دلوقتي بقى ان انا هنزل واروح كارفور. صراحة مش عارفة اروح كارفور الاول اروح اجيب الحاجة، ولا اروح اجيب فهد واخده معايا كارفور. لا نروح كارفور الاول، لان فهد بيطلع عيني هناك. بص 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 بص، خليني اوريك شنونة كيوت جدا جدا. انا اتدلعت، عملت باديكير ومانيكير وماسك كده للرجل ومش عارفة ايه، ودفعت كله 315. بس الصراحة المكان يدفع فيه اكتر من كده بكتير. سيتي سنتر المعادي، انا اكتشفت حاجه فيا ان انا بقول شكرا زياده عن اللزوم، بقول شكرا بشكل مبالغ فيه. اي حد بيعمل لي اي خدمه بقعد اقول شكرا 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 لدرجه ان انا بزهق الناس. يعني ما باجي حاسب العربيه اروح قايله له شكرا، ما اجي نازله مع العربيه اقول له شكرا، وانا بقفل الباب اقول له شكرا. فملاحظه ان انا بقول شكرا بشكل مبالغ فيه قوي الصراحه، مش عارفه ليه. اوكي حلوين، خلاص وصلت البيت اخيرا. حصل لي موقف فظيع، جيت وانا خارجه من كارفور اطلب اوبر، الانترنت خلص. انتوا مش متخيلين، قعدت مش عارفه اعمل ايه. اتصلت بمحمد، اي محمد حول لي ميجا بايت عشان اقدر اطلب عربيه، يحاول يفتح الابلكيشن. الابلكيشن بتاع مويت سلط مش عايز يفتح، اتقفلت. بس الحمد لله لقيت تاكسي ولحقت النيرسري بتاعت فهد متحركه من قدام كارفور الساعه 4 بالظبط، وهي النيرسري بتخلص الساعه 4. فالحمد لله وصلت، وعارفين شايله شنط بقى والموضوع معذب، ولسه مستلمه بتاعه كده من ارامكس لسه جايه لي. وبس كده، تعالى يا دودو اوريك جبت لك ايه. تم 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 تم. لا دي مش بتاعتنا، دي بتاعتنا. وريني ماما جابت لفهد ايه. انا عايزه اقعد مش قادره. نيت شيء. لا انا اللي هديلك. close your eyes. close. yes. لا close، انا شايفاك. اوعى تفتح، اوعى. تا 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 تا. كندر كريمي. واو. لا دي حاجات للاكل، دي حاجات للاكل. يعني عجبتك؟ يعني دي جيني؟ لا ده مش جيلي، ده زبادي. وده جيني؟ لا ده بيكنج باودر وخميره، عشان هنعمل النهارده بيتزا. هنعمل انا وانت، تساعدني؟ انا عاوز بانكيك. بانكيك؟ هعمل لك بانكيك بكره تاخده معاك الحضانه، ايه رايك؟ ايه رايك؟ اه اوكي. دي عجبتك؟ بس دي اسمها ايه؟ دي برضه عجبتك. سيبك بس من دي، سيبك من دي دلوقتي. دي فاضيه. دي اسمها ايه؟ كريم. كريم اسمها كيندر كريم. انت بتحبها؟ بس اكلها. اوكي نحطها في الثلاجه شويه بس عشان هي سايحه، ولا اقول لك سيبها بره؟ لا هي مش سايحه قوي، سيبها بره ونقوم نغير هدومنا. اوكي الاول. اه يلا بوت اوف يور شوز. طب تعالى اقلع بس الشوز. يلا يلا تعالى وريني بقى الشطاره، فهد يعرف يقلع الشوز ولا لا. واو يلا وريني، هتعرف؟ واو سوكس. واو. طب الناحيه الثانيه. واو لا ده فهد كبر من ساعه ما راح الحضانه، كبر جدا. واو كبرت وبقيت بتقلع الشوز لوحدك. يلا عندي 5.9. اه يلا ناقصني 0.1 هير، يبقى عندي 6. واو اقف كده وريني كده، اللي هيبقى عنده 6 ده يبقى طويل ازاي؟ وريني. واو ايه ده، واو ده طويل جدا. عندي كام كده؟ خلاص قربت بقى، يبقى عندك 6. قربنا خلاص كبير اهو. 5. ماسكه في ايدك ده سوكس. ده السوكس، تحدفني بالسوكس اهو. اوعى. احنا نحضن. يعني انت بتحبني؟ بس امال هما قالوا ليه فهد ما بيحبش مامته؟ هما بيقولوا فهد بيحب مامته بس. هما يعني بيكذبوا؟
بيكذبوا؟ بيقوموا فجر يحبوا مامته. ماشي تعالى وريني هنا انت معاك ايه. كونكت فور تايم واو. اوكي حلوين، هخش دلوقتي اغير هدومي واريح كده شويه عشان نعمل مع بعض ايه نعمل البيتزا. بصوا يا جماعه انا ما بعملش البيتزا زي بتاعه بره، بس فعليا بحب البيتزا بتاعه البيت، مش عارفه ليه بس طعمها مختلف. يعني عارفين كلنا بنروح نجيب البيتزا من بره عشان بيبقوا ظابطينها قوي، بس بتاعه البيت حلوه، يعني انا برضو بحب طعمها. 1 hour later. اوكي يا حلوين، معاكم مدام شكرية للوجبات الفورية. النهاردة هوريكم طريقة البيتزا، هوريكم طريقة البيتزا. I'm super excited ان انا بعلمكم اي حاجة في الدنيا غير الميك اب والفلوجز والكلام ده. انا بنبسط لما بضيف لكم يا جماعة. هتدوقوا احلى هتدوقوا انتوا مش هتدوقوا حاجة، هتشوفوا احلى طريقة بيتزا في الحياة. فيلا بينا اقول لكم على المكونات سريعا. يلا اوكي، ورقه وقلم يا ست الكل وركزي معايا. اول حاجه تجيبي حله كبيره الحجم عشان نعجن فيها. هنقل لكم بقى الكاميرا دلوقتي على البتاع كده عشان مش عارفه قلت دلوقتي ليه اقتبست الدور شويه، بس هعمل لكم الكاميرا كده عشان تشوفوا الكميات اللي انا بحطها والكلام ده كله. I'm super excited ان انا بعلمكم اي حاجه. طبعا قبل ما نبتدي غيرت لون المانيكير عشان انا عندي مشاكل نفسيه، قعدت اعمل حاجات في البيت وكده في المانيكير اتقشر، فحطيت المانيكير الاحمر ده. المهم يا حلوين، محتاجين اول حاجه نعملها ان احنا نجيب كوبايه ونص. اهم حاجه تكون الكوبايات متساويه، مش كوبايه بشكل وكوبايه بشكل. هجيب كوبايه ونص ميه دافيه، ادي اول كوبايه ودي النص. بعد كده معلقه كبيره خميره فوريه. خلينا نفتح البتاع دي. اوكي طبعا اللي ليه اي اقتراحات يكتبها لنا في التعليقات، يعني انا بحب اسمع ارائكم. اوكي اعتقد ان الكيس اصلا معلقه يعني، فيلا خلينا نحط الكيس كله. اهم حاجه الحاجه تبقى بالويم كده، ما تركزوش في التفاصيل يعني. ونبدا ندوب الخميره. روح اجيب معلقه خشب عشان الحله ما تبص، نسيت. وبعد كده معلقه سكر كبيره، وبعد كده يا حلوين تلت كوباية زيت. لا ما تقلقوش ما تقلقوش، هتظبط. احنا ما عندناش الكلام ده، ما عندناش حاجة تفشل احنا. وبعد كده كوباية نفس المقدار نضيفة عشان نحط فيها الدقيق، ما ينفعش نحط في الكوباية اللي فيها الزيت عشان الدقيق ما يلزقش. وهنحط 4 كوبايات وربع دقيق. يلا بسم الله. دي اول كوباية، نزل يا حبيبي ما تتكسفش نزل. اوكي وادي تاني كوباية، تالت كوباية، رابع كوباية وربع كده. نقف لغاية هنا؟ لا يا ست الكل، ناقص اهم حاجة. نجيب الملح وناخد معلقة صغيرة ملح ونديها رشة. اوكي ونبدأ بقى نوزع الكلام الحلو ده كله. طبعا عندك عجانة هتنجزك وتظبطك وتعملك كل البدع، ما عندكيش حضرتك تقدري تستخدمي ايديكي. المفروض في تلك الاحوال يعني ان انا البس جلافز، بس انا ما بقرفش من نفسي. اعجني وما تيأسيش، اعجني طلعي بصي الغل كله، كل ما تتخنقي طلعي الغل في ايه؟ في العجن. يعني تخنق ليه؟ طلعي الغل كله في العجن اهو. اها قمر بصوا زي الفل اهي، قمر. بعد كده يا حلوين نجيب بولا بالومبيلا زي اللي انتوا شايفينها دي، واجيب شويه زيت، اي زيت بقى حبيبي ما انت شغال تكسفناش قدام الناس، اي شويه زيت كده ونبدا نرشه. ما عندكيش الرشاش ده ادهني كده حبيبه قلبي، ما عندكيش فرشه بايدك عادي، احنا ما بنقرفش من نفسينا. اوكي وزعتها كده زي ما انتوا شايفين. باخد بقى ايه عجينتي القمر اللي مفيش واحده تعرف تعمل زيها، معلش مع احترامي للناس وللاسامي. اوكي وهنحطها هنا كده، هنسيبها كده يا ست كل. لا طبعا اهم حاجه دي اللي هتظبط الشغل الخطوه اللي جايه. بعد كده هنجيب الاسترتش، بس قبل الاسترتش رشه كده ايه عشان تلمع كده وتبقى قمر يا حبيبتي مالك. اوكي رشه بس زيت كده بسيطه من فوق. اوكي مش هضغط عليكي اكتر من كده، يعني شكلك مرهق. الاسترتش ونقفل بقى، قفلي بقى عليها ما تديهاش فرصه انها تتنفس ولو حتى نفس صغير.
ليه بقى؟ عشان تتكتم وتخمر ويعني وتبقى هوبا. هنسيبها قد ايه؟ هنسيبها ساعه. في الوقت ده هنكون بنقطع الخضار اللي هنحطه عليها. طبعا يا ست الكل زي ما انتم شايفين كده ما نديهاش اي نفس وتحطيها في اكتر مكان حر في الحياه. نيجي دلوقتي لمرحله الصلصه اللي هتتحط على البيتزا من فوق. هديكم التيبس والتريكس بتاعتي، طلعهاش لحد بس هديها لكم. مبدئيا كاتشب، اوكي، حطي باقي حبه حلوين كده. بعد كده شويه خل حطهم عليها. بعد كده صلصه، ناخد معلقه ونص صلصه. بعد كده باخد شويه حبه البركه. وبعد كده هاخد شويه نعناع. هتقولي لي نعناع ليه؟ هقول لك اقسم بالله ما اعرف، بس انا بحب احط نعناع، ما تسالينيش ليه. عندك ريحان حطي، الحاجات الخضرة دي بتبقى لطيفه قوي مع الاكل. وطبعا ممكن اكون بعقب بقول لكم اي هبل اصلا، بس انا بحب طعم النعناع عموما في اي اكل. وشويه شطه صغننين كده، وشويه زعتر كده حلوين، انا بحب الزعتر جدا. وطبعا نقلب الخليط ده كله عشان كل الحاجات دي بقى تتجانس كده. الخلطه دي تقريبا يعني شبه الخلطه اللي بتبقى موجوده في السوبر ماركت اللي هي بتاعت البيتزا، بتبقى تقريبا نفس الحاجه. اوكي حلوين، انا كده خلصت خلاص عجينه البيتزا والصلصه اللي هنحطها من فوق. مش ناقص غير الخضار اللي هحطه عليها من فوق، فهروح اقطعه وارجع اوريكم انا بحط ايه على البيتزا. اسمك حبيبي احلى اسم، مش عارفه بيستحملوا الحاجات دي. اوكي حبايبي، الحاجات اللي بحطها على البيتزا هي طماطم، فلفل رومي، بصل، وزيتون، ودي الصلصه اللي احنا عملناها، وبسطرمة. انا كنت فاكره ان في هوت دوج بس طلع ما فيش، فجبت بسطرمة. طبعا دلوقتي احنا رايحين نشوف الخميره. خليني اوريكم، بصوا بقى، بصوا انا حطاها تحت البطانيه. بصوا يا جماعه نفشت ازاي، واو. يلا بقى ناخدها عشان نعملها، وسخنه وجميله. بصوا منفوخ ازاي، فظيعه. يلا على المطبخ. وطبعا بعد كده هحطهم في الفويل ده لان انا ما عنديش صواني للبيتزا. هرص بقى الحاجه والكلام ده كله واوريها لكم بقى قبل ما ادخلها الفويل. بعد ما فردت البيتزا كده تجيبي شوكه وتفضلي تنغزيها كده عشان السخونيه تخش جواها. اوكي حبايبي، وده شكل البيتزا اهي، هدخلها بقى الفرن. يا حبايبي العجينه اللي احنا عملناها عملت 3 صواني متوسطين، يعني الصينيه تكفي شخص واحد لان هي متوسطها تعمل زي 4 مربعات كده كبار. فبس خليني اوريكم بقى شكلها في الاخر بعد ما تطلع. انا بولع عليها الاول من تحت شويه، واول ما تستوي من تحت بولع عليها بعد كده من تحت ومن فوق، وبعد كده بطلعها. اول واحده دي اوكي، دي تقريبا خلاص استوت، ناقص الاثنين التانيين. اوكي حبايبي، ده اللي طلع من اول صينيه، ودي القطعه بتبقى قد كده يعني قد الايد، وسلام اهي مش تخينه. اوكي خليني ادوق كده. لا لذيذه الصراحه، لذيذه. بحب اشكر في عمايلي قوي. ايه تعرفيش تعمليها؟ خدي يا ماما كده دوقي. اوكي دوقي، قولي لي بس ايه رايك. ها قولي الصراحة، ما تجامليش عادي. حلوة بجد والله، فنانة بشهادة امي. يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الظروف. وبس كده يا حلوين، ده الفلوج بتاعي النهاردة. يا رب الفلوج الطويل ده يكون عجبكم. عملنا فيه حاجات كتير قوي، طبخنا وخرجنا واتدلعنا وعملنا كل اللي نفسنا فيه. بدأنا بالإسدال وقفلنا برضو بالإسدال. ما تنسوش قبل ما تمشوا ان تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة والقناة التانية بتاعت الميك اب، وكمان تعملوا لي فولو على انستجرام. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي. What?